بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحببت في الله فأنت تسكن سأتعلم برنامج رائع ويشبه برنامج الفوتوشوب، تعليم كامل. تعليم البرنامج ده طبعا برنامج اسمه فوتي أود. طبعا البرنامج حجمه 10 ميجا. طبعا هقوم بتصديق البرنامج، ضغط على زر الأيقونة نكست تستنى شوية على ما تقوم بتنصيب البرنامج على الكرسي. ولو طبعا لو عايز تفتح البرنامج من بعد ما تقفل تشيل مثلا، لو مش عايز تشيل يعني اضغط فينيشت. استنى شوية ظهر لك البرنامج. علم الأول الأداة اللي فوق ده نيو، يعني مثلا لو عايز تعمل صورة جديدة تضغط عليها. طبعا بقولك هتسيف الصورة اللي هتلاقيها ولا لأ. طبعا انت لو معاش السيفة بتضغط نو، لو معاش لو عايز تسيفها تضغط يس، لو عايز تشيل من الحكاية دي كلها بتضغط يس. ده السيف اللي يعني لو عايز تسيف مثلا الصورة ديت، هنا بتختار الصيغة اللي انت عايز تسيف بيها، يعني جي بي جي ولا بي ام بي ولا بي ان جي، يعني اي صيغة انت عايزها. هنا اوبن بنش، يعني عملت واحد ده طبعا لو عملت صورة وعايز تفتحها وتعدل عليها تاني. اوكي، وده سيف البنش اللي هو نفس الحكاية. وده بقى لو عايز تطبعها طبعا مطبع، وديت طبعا مالكش دعوة بيها. وهنا ايميل، يعني عايز ترسلها لأي أحد في الايميل الصورة ديت. وده طبعا هيلب اللي هي المساعدة. طبعا أول حاجة يقول لك اد افوتو. اد افوتو ده يعني تضيف صورة للجهاز الخاص بك، مثلا تضيف أي صورة مثلا. معلش الصورة دي ده طبعا ضفنا خلاص الصورة. وطبعا تختار الصورة تبقى بالشكل ده. تستنى شوية لو طبعا عايز تصغرها أو تعمل بيها أي حاجة. طبعا بتجيب لك بأشكال جميلة ما شاء الله يعني. ده طبعا لو عايز تخليها بشكل دائري أهو، شوف شكل دائري، شكل مسطح شوية ده فيها شكل ده، يعني تختار الشكل اللي يبقى فيها. ده طبعا اذا كنت عايز تحول الشكل ده يمين او شمال. ده لو كنت عايز تطلعه فوق تنزله تحت. ده طبعا لو كنت عايز تصغره او تكبره. ده طبعا لو عايز تصغره بس انت يعني عايز تعملها كده او تصغرها كده مثلا. عايز تضيف صورة تانية ينفع جدا طبعا معاه. عايز دي طبعا عشان عايز تمسح مثلا الصورة، او قصدي عايز تمسح اللي هو الست بوتشر ماك، عايز تمسحه اسف جدا بتاع الصورة هي. عايز تمسح يعني ديت، تضغط على الدلو ماك شوية جبالك ال ده كومبليت. طبعا صور جاهزة، يعني اضافة صور جاهزة. عايز مثلا الصورة دي تضيفها هي. عايز تضيف صورة كمان، في صور جميلة جدا هنا. صورة عايز تضيف فراشة ديت، تجيب وتحطها هنا مثلا في اي حتة بقى. انا دي طبعا فاي، لو عايز تحط الشكل، لو عايز تغير شكل الصورة او شكل الخلفية، يعني مثلا هتخليها بالشكل ده، يعني مثلا تحط صورة هنا وتخلي الشكل ده. ده طبعا لو عايز تضيف كلمة او اي حاجة، مثلا هكتب اي دي دي او اي بي وتضغط اوكي، هكتب لك الصورة بالشكل ده. ده طبعا لو عايز تغير اللون بتاع الصورة مثلا خلاه اصفر. ده طبعا خط الصورة، الخط بتاع الخط قصدي بتاع الكتاب.
طبعا في خطوط مميزة طبعا عشان ايه اللي هو الوسط بين الفايلات وبتقعد تعمل كده وخلاص. يعني شوف طبعا خطوط رائعة جدا تدور براحتك بقى عشان بس الشرح ما تطولش. وده طبعا لو عايز تحط مثلا محادثة وتضيف فيها تقوم عن المحادثة وتكتب عليها عديد. ده طبعا لو عايز تضيف صورة كمان طبعا زي الصورة اللي هي في الوجه ديت يعني زي ديت مثلا اللي احنا كنا زينها من الأول، بس دي طبعا كنت تعملها في الأول. دي بريك لو عايز تمسح أي حاجة، بس أنا عايز أمسح ديت تضغط على دي بريك، قصدي لو عايز تمسح الصورة اللي هي ديت. ده طبعا ديت لو عايز تمسح أي حاجة، ده طبعا دي بريك اللي هي الصورة اللي احنا كنا بنقول عليها ديت دي مثلا بريك اللي هي الصورة ديت، فأقوم مسحها من هنا لو عايز تمسحها. ديت لو عايز تمسح أي حاجة، عايز أمسح مثلا دي، عايز أمسح الفراشة دي اتك على دي. ده طبعا لو عايز تخلص صورتين، يعني مثلا عايز تخلص الصورة دي جوه والصورة دي اللي بره. طبعا لو عايز تخلص الصورة ديت هي اللي بره والتانية هي اللي جوه، عادي جدا تضغط على دي. لو عايز تخلي اللي ديت هي اللي بره دي اللي جوه تضغط هنا. طبعا لو عايز تكبر الصورة، لو عايز تصغر الصورة ده طبعا طبعا لو عايز تكبر الصورة شوية. وبعد كده لو عايز سيف، السيف من هنا زي ما احنا قلنا لحضراتكم. مثلا لو سيف في الديسك توب وتضغط اي اسم مثلا وتضغط سيف، وطبعا تضغط سيف اجلك الصورة هنا على الديسك توب اللي انت سمعتها. بس انا بس امسحها طبعا انت بإعجابك، انت تقدر تعمل اي صور. وبرنامج رائع جدا وبرنامج جميل طبعا. لو انت يعني مش عايز صور، في صور جاهزة اللي هي الصور شو طبعا للأسف مش ديت الكمبيوتر. طبعا في صور جاهزة، وفي أيضا اللي هي شي بيركن اللي هي دي مثلا، وفي دي صور عليها. ممكن انك تحط خلفيات طبعا ان شاء الله، وانا هحط لك رابط خلفيات رائع جدا. وده طبعا زي ما احنا عارفين ده لو عايز تضيف فين، ومش ده بس، ده فيه كمان بتاع السنة كتير يعني عين وكده انتشر هنا. انتظرونا في حلقات جديدة ويعني أشياء جديدة وروعة، وأرجو الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الميلة. طبعا اسبيكو 11 6 7. السلام عليكم.